ألو، السلام عليكم، سفير الصحراوي معكم. ألو، السلام عليكم. هي مكالمة هاتفية من أحد زبائنه، يطلب فيها قائمة من المواد الغذائية تجنب للخروج في إطار الحجر المنزلي. سعد وخدمة منه يلبي حاجية الزبون في أسرع وقت لتصله إلى المنزل دون تكاليف النقل. الله يسلمك. بارك الله فيك، الصحة. شكرا على المبادرة هذه. شكرا. شكون يخص الحيط؟ يا خويا تبارك الله فيك، أنا عيط له بار تيليفون، ساعد ما فين نقضيو عليه، والمرة هذه ماناش نخرجوا، هاك تعرف الوقت اللي رانا فيه، الوقت اللي راحنا منا، المرضى منا. عيطنا له بار تيليفون، قلنا واش يخصكم يوصل للدار. هي ثقافة تجارية ساهم في تكريسها وباء كورونا. الإنسان هذا يتخصه أي حاجة يعيط بالهاتف توصلوا للدار. وراه مريح في داره، علاه يظل خارج من بيته ويضايل يتحكك مع الناس هذا مع هذا؟ باه نقضوا على المرض نهائيا بوضع الوقايه. الانسان هذا اللي يكون في المنزل تاعو يعيط للمحل هذا، للحانوت هذا، يعاود يدير واسمو لي بوزوان تاعو ويدوموندي الامور تاعو ويدوموندهم يوصلوا لوا دوميسيل باش نيفيتيو المشاكل هذه. هي مساهمه التجار للتخفيف من معاناه المواطن مع فيروس كورونا. ليفريزون ا دوميسيل لحد من خطورة تاع التفشي تاع وباء كورونا، ويتصلون بالهاتف توصلوا السلعة حتى لباب الدار لحد من خطورة باه ما يخرجوش برا ويقعدوا في بيوتهم. ليفريزون تاع السلع هذه راح تكون مجانا باه نساعدوا الناس باه ما يخرجوش من ديارهم، وان شاء الله مبادرة عامة في القطر الوطني. هو الوعي بذاته أن توصل سلعة زبونك إلى البيت في إطار تضامن المجتمع الجزائري كل من زاويته.